نروح بقى للنادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كان في اجتماع مهم جدا الكابتن محمود الخطيب مع التشكيل الجديد بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان حاضر الاجتماع كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصور قدام حضراتكم، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو والنائب الكابتن وليد سليمان، وايضا المدير الفني الكابتن بدر رجب. بنقول له الف مبروك والحمد لله على السلامه ومنتظرين منك الكثير والكثير. ايضا كمان واحد من هنقول بقى اللي انا عاصرتهم كتير برضو كابتن احمد ناجي سواء في قطاع الناشئين او الدرجه الاولى، واضافه كبيره جدا ما شاء الله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وحراس المرمى وما شاء الله عنده خبرات كبيره جدا. ايضا في وجود لجنه التخطيط كابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، وهو ده النادي الاهلي ما شاء الله الموسم او المواسم السابقه فيها نجاحات بتطلع لعيبه، ودايما النادي الاهلي بيبحث عن النجاح، علشان كده هو ده عظمه النادي الاهلي. إضافة الكابتن بدر رجب والكابتن أحمد ناجي أكيد إضافة كبيرة ومهمة جدا، خبرات كبيرة، ونشوف بقى الفترة اللي جاية عندهم تحدي جديد، تحدي كبير إن احنا نشوف لعيبة وحراس أيضا للدرجة الأولى. نروح بقى للكابتن أحمد ناجي. كابتن أحمد ناجي حبيبي يا أسامة مساء الفل، إزيك يا حبيبي وحشني جدا. نقول مبروك رسمي خلاص؟ أه الحمد لله الحمد لله. طب قول لي بقى شعورك، ما شاء الله النادي الاهلي ابتديت فيه بدايه حياتك، كان عندك فترات ناجحه كبيره في محطات كبيره، رجعت وعوده مره تانية لبيتك النادي الاهلي. يعني انا مش عايز اقول لك ان بعتبرها يعني اهم محطه في حياتي دلوقتي، لانه تحدي كبير والكابتن طبعا حملني مسؤوليه كبيره، واتكلمت معاه في كل حاجه، و طبعا بشتغل مع يعني ولادي واخواتي الصغيرين كابتن خالد بيبو وكابتن بدر ووليد كابتن وليد سليمان وكل القطاع. يعني هو القطاع طبعا انت عارف مش غريب، انت كنت واحد من ولادنا في القطاع، فانا اشتغلت 10 سنين في القطاع، لكن طبعا فتره طويله بره الشغل القطاع، لكن انا عندي يعني امل كبير جدا ان احنا طبعا الناس اللي اشتغلوا قبلنا عملوا حاجات حلوه جدا بدليل كم الحراس الموجود في الدرجه الاولى من القطاع، وطبعا بنثمن شغلهم جدا 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 وهنكمل عليه يمكن بسكيل اوسع شويه ان شاء الله، يكون الفتره اللي جايه فيها تركيز كل واحد هيبقى شغال في حدود تخصصه يعني. وطبعا النادي الاهلي دايما سباق ان هو يبقى يعني نمره واحد في كل حاجه. طبعا كابتن بدر معروف ان هو يعني في الحته دي يعني شاطر جدا 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 جدا، كان في مصر قبل ما يمشي وفي الخليج، كل لعيبه المنتخبات بتاعت الخليج متكونه معاه، كابتن وليد وكابتن خالد النهايه اللي بصراحه انا بقالي 3 أو 4 أيام بروح النادي، حاجه تفرح يعني الفاسيلتي اللي موجوده ما تقلش عن اي نادي في اوروبا، يعني غرف الاجتماعات وغرف الملابس والاكويبمنت بتاعت النادي كلها، وحاجه انا يعني بصراحه فوجئت بالحاجات اللي موجوده والكواليتي اللي موجوده والجيم اللي معمول مخصوص لقطاع الناشئين، الملاعب يعني حاجه ان شاء الله بقى عندنا شغف وامل كبير ان احنا نحقق حاجه كويسه ان شاء الله. واحنا واثقين فيك يا كابتن ناجي ان شاء الله، يعني في المهمه القادمه دي هتنجح فيها ان شاء الله بنسبه 100%. ان شاء الله دعواتك يا استاذ. ان شاء الله. احنا عارضين دلوقتي الصوره كابتن محمود الخطيب مع تشكيل قطاع الناشئين الجديد، اكثر الحاجات اللي ركز عليها الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع يا كابتن ناجي. انت عايز ترفدني من اول يوم؟ لا ما تقلقش احنا انا عارف دايما الحاجات اللي في الغرف المغلقه في الغرف المغلقه، بس طبعا يعني ابرز النقط اللي الكابتن محمود الخطيب المتاحه لطالبها يعني منكم خلال الفتره القادمه. هو طبعا طلب مننا ان احنا يعني الكيان ده كلنا طبعا بنعشقه، كلنا يعني كل واحد هيقدم الماكسيمم بتاعه لخدمه الكيان، وطبعا اتكلمنا في يعني تخصصات كل حد وحدود كل حد في الجهاز، وطبعا يعني هو تعرفه يعني من النوع اللي عنده التحدي وعنده يعني انه النادي الاهلي ده بيبقى في احسن مكانه وفي احسن حال، وان الناس اللي بتشتغل تكون على قدر كبير من المسؤوليه، وحب النادي ده شرط كبير جدا عند كل الناس اللي بتشتغل. وطبعا احنا وعدنا ان احنا
شكرنا طبعا على يعني اختياراتنا، ووعدناه ان احنا كل واحد فينا هي يعني هيبذل اقصى جهد. وطبعا طبعا كان موجود الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن حسام غالي في لجنه التخطيط، يعني عشان تبقى الحاجات، انت عارف النادي الاهلي عنده يعني نظام ماشيين عليه بقى حتى من واحنا بنلعب من واحنا صغيرين، ان كل الناس تبقى عارفه مهامها وعارفه هي هتدخل على ايه. واحنا كمان بنقول ان تطوراتنا للفتره اللي جايه، وبعدين كلام بقى تاني غير الكلام ده يعني. بدأتوا العمل للموسم الجديد يا كابتن ناجي ولا لسه تبدأوا خلال الفترة اللي جاية؟ لا، بدأنا احنا كجهاز، بدأنا كجهاز يعني مسؤول عن القطاع، بدأنا بقى لنا 3 أيام من ساعة ما سيبنا الكابتن كويس ورحنا على اجتماع على طول. احنا الكابتن خالد بيبو والكابتن بدر والكابتن وليد على طول شغالين، وبقى لنا 3 أيام يعني بنروح النادي الصبح ونمشي بالليل. كويس. سريعا يا كابتن ناجي، وهيكون لنا حلقة بقى مفصلة كده نتكلم فيها براحتنا، عايز اعرف خطتك برضو للموسم الجديد ايه؟ هو يعني احنا اولا نحسن الكواليتي بتاع الحراس كويس، نختار نوعية جيدة من المدربين تقدر تنفذ كتيم ورك، يعني تقدر تنفذ خطة العمل، ده مهم جدا. ونعمل سيرش كويس قوي حوالين كل المحافظات عشان اذا كان في مثلا حارس او حارسين في كل عمر الاعمار السنية نخليهم 3 نخليهم 4 عشان نخلق تنافس كويس، ونخلق طبعا يعني عناصر جيده في حراسه المرمى. وده طبعا انا يعني ان شاء الله باذن الله ده يحصل. وبعد كده بقى في حاجات تانية، بس دي سبق الاوانها ان شاء الله في السنين الجايه لو ربنا كتب لنا عمر ان شاء الله. ان شاء الله. ما ينفعش تكون موجود معانا وما سالكش عن محمد الشناوي وعلي لطفي، وامبارح بالامس مصطفى شوبير موجود في حراسه مرمى النادي الاهلي ويؤدي ايضا مباراه رائعه، ودول يعني ولادك في الاول. طبعا لا يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه كبيره محتاجه يعني اي حد هيكون موجود يعني بين الثلاث خشبات ندعمه ونسنده. ربنا يسهل ان شاء الله يقدر يرجع محمد الشناوي ولطفي. لكن كمان مصطفى طمنا جدا، يعني الناس كانت بتبقى فاكراني ببالغ وانا بتكلم عن مصطفى، لكن واحد من ابنائك اللي مرنتهم وهو صغير وتابعته كتير مصطفى طبعا شبير. طبعا طبعا فالناس يعني دلوقتي صدقت انه مصطفى ده موهبه كبيره، ومفيش قلق على حراسه مرمى النادي الاهلي. يعني انت قلت حمزه، وانا بقول لك كمان مصطفى مخلوف وغيرهم في قطاع الناشئين، ان شاء الله باذن الله الناس تبقى تطمن على حراسه مرمى النادي الاهلي. كان في نغمه النادي الاهلي عايز حارس عايز حارس، دلوقتي النغمه دي توقفت تماما. وبرضه من خلالك عايز يعني اقدم الشكر لميشيل يانا كون اللي هو الراجل شغال معاهم بقاله 3 4 سنين وعامل حاجه حلوه جدا، وان شاء الله احنا كمان هنحاول ندعمهم من القطاع بحراس ان شاء الله كويسين في خلال يعني موسم او موسمين ان شاء الله يبان العمل وتبان يعني نتيجه الجهد للنادي بيحرص ان هو يعني يجيب كفاءات في القطاع. عشان وانا دايما بقول ان المدربين في القطاع عندهم اهميه كبيره، وخصوصا قطاع البراعم والناشئين والشباب. ان شاء الله باذن الله يعني نحاول ان شاء الله نقدم احسن حاجه باذن الله. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن ناجي، وبنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي.